أين ذهبت المؤتمرات الدولية ووعودها الكبيرة بإعادة إعمار العراق بعد عام 2003؟ وما هو دور الفساد الحكومي وسوء إدارة الدولة في تلاشي وعود إعادة الإعمار؟ وهل ثمة بارقة أمل في إعادة إعمار العراق خاصة المدن المدمرة في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.